يعطيكم العافية حبابي. اليوم بدنا نعمل مراجعة سريعة للمشاركات في التحدي التاسع من تحدي 30 صورة، ألا وهو أنك تصور فرشاة أسنان بستايل الفينتج. إيش اللي قصدته قبل شوي بمراجعة سريعة؟ الفكرة كالآتي، أنه أنا راح أشغل تايمر على تليفوني مدته 30 ثانية، أول ما أفتح على الصورة بدي أعمل عليها هيك تعليق أو أنقدها، فوراً بشغل التايمر، أول ما يخلص بحول على الصورة اللي بعدها. فهيك حليت أكثر من مشكلة. الأولى أنه كل مشاركة أعطيتها حقها نفس الوقت، ثانياً ما راح أضطر أمنتج ويأخذ مني وقت جداً طويل وأتأخر عليكم بتنزيل الفيديو، ثالثاً أتوقع هيك الفيديو راح يكون مريح أكثر وغير ممل، لأن أتوقع الفيديوهات الماضية طويلة جدا ومملة كانت، فهون أنا راح أختصر الوقت شوي وراح يصير أسرع. فبدون أي تأخير نبلش بأول صورة، وهي شغلنا التايمر @sally.sundos. جميل جدا توزيع العناصر، في إشي هون إشي هون خفيف، باكيت الدخان كثير كبير، السلم لو زحناه شوي بس لهاي الجهة، المسواك العتيق في الزمن الجديد لا يفضل درهم وقاية خير من قطار علاج، لا يفضل جملتين ببوستر واحد حبايبي، بدي تنتبه لهاي الشغلة. فلو شطبنا هاي اللي هون، وهاي فرشاية أسنان قديمة، يعني هاي أدابتيشن لو كانت في الزمن القديم كيف راح تكون. والسجاير رن المنبه، هاي ريستارت، نروح على الصورة اللي بعدها مباشرة، أتوقع هيك أسرع. شارع عمان 1995، أوكي الفرشاي شبه إضاءة الشارع، تمام، بس ليش مغمق اللي بالنص؟ المفروض تفتح اللي بالنص لأنه هذا ضوء، أوكي. فهون إحنا عملنا أدابتيشن، لا هي مش أدابتيشن قد ما هي استبدال صراحة، إحنا بدلنا لمبة الشارع إضاءة الشارع بفرشاي، بس ما فهمت شو دخل الإضاءة، إنه إحنا الفرشاي بتنير الطريق مثلا. تمام، ننتقل للي بعدها، هاي خليه على يساري، هاي ريستارت، يلا هون Good quality made of wood. واو، أتلما ديزاينز، الجودة الجيدة، مصنوعة من الخشب، فرشاة أسنان. إيش دخل إنك الكبريت؟ الكبريت كل واحدة زي الكبريت مبينة هيك، أنا بتحرق الأسنان، ما فهمت صراحة. بس جميل التكوين، سيمتريكال، توزيع العناصر هون مساوي للي هون، الألوان عتيقة، بوستر عتيق، بوستر عتيق، مع إنه الخلفية بيضة بس زابط. اللي بعده نروح، اتوقع هيك اسرع احسن، هدى عبد، هاي مش صوره فينتج، الخلفيه مضويه اكثر من المنتج، رجعنا لاخطاء المرحله الاولى يا جماعه الخير مالكم. فلا هاي بدنا نخفض الالوان اولا، وبدنا الصوره، مش قادر اخفض اغمق الخلفيه، بس انتبهوا رجعنا لاخطاء التحدي الاول، لازم الخلفيه تكون اغمق من المنتج. تمام، هون الفخارة، الاسم صغير لو كبرناه شوي. اللي بعده حلو بين زي الساونا، هون خشب كأنهم عم بيستجموا جوا الساونا صح، او غرفة البخار، اوكي، يعني مش عم بيغسلوا لانه حاسهم عم بيطلعوا بعض او مستريحين. جميل فينتج، تصوير منتج عاكس، وهذا إشي كثير صعب بس حلو، طالع جميل هنا، وخشب وعتيق مع الكبريت، إيش يا حبيبي عوشك. تمام، ننتقل لبعدها، أوه يلا ريستارت، هون سبع صنايع والمخدة عصام عمر هلا هاي مش أدابتيشن، هاي البي راح نحكي عنها بعدين، بس تمام إنه الفرشاة تستخدم بمكان غير استخدامها الأصلي، مش لتنظيف الأسنان، فلتنظيف تستخدم لكل إشي صارت جميلة جميلة. بس هاي لو حركناها شوي لفوق، وسبع صنايع لو حركناها كمان لفوق معهم، ممتاز. اللي بعدها هون، أوكي، بس بدنا نعدل الهستوغرام، في تفاصيل ضايعة زي ما حكيت لكم، الفينتج الهستوغرام غلط بس مش كثير كمان، خليها زي هيك غامكة، والشادوز فاهية، أوكي. الألوان ميتة، إيش هاي شبكة عنكبوت فرشاي، مش عارف ما في اسم، بس هاي كانها مهجورة بكهف، يعني كانها على جزيرة وتراب حواليها بصدف، بس جميل فرشاي أسنان، التكوين صحيح جميل، بس ما فهمت إيش المقصود بهاي الصورة. يعني اللي بعدها
عندك رحاب خالد تمام. ايش هاي؟ فرشاي صارت وردة، جميل. محطوطة كانها هدية ممكن، تمام مع الشمع. هلا في عنا عنصر هون، عنصر هون كبير، بدها واحد هون، يعني مش معقول فاتح 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 وهاي المنطقة غامقة بالزاوية. جميل. او لو حطينا الساعة نقلناها لهون احسن، بس شو مقصود بالوقت هون ما فهمت. هي بس زينة شكلها الساعة، بس جميل يعني شكلها جميل. اللي بعده نور زعيتر، اخذت اللون من الصورة، مستخدمة الكومبلمنتري كولرز الالوان المكملة، اللون البني والمكمل له اللون الازرق اللي هون، الاخضر المزرق التركواز، جميل جدا. بس ما فهمت ايش المقصود بالاسنان عاضة على الفرشاي. ايش هاي دعاي ولا ايش اللي هون الالوان؟ دعاية تنظيف اسنان، واللوجو بده يكون لتحت شوي لهون مش كثير لفوق، بس جميل. ما مش قادر انقلها. ريستارت. بس لا ثواني، هاي لازم تتحرك لهون اكثر مشان توازن الصورة، لان هي مخربة التوازن. طيب اللي بعدها خلينا نعيد التايمر مشان ما نظلم لهون. يلا ستارت. حلو. ايش هاي؟ نوروموس فرشاة اسنان. بالصح. اوكي صبار، يعني هون في تكيف ادابتيشن صحيح. يعني لو الفرشاة الاسنان عايشة بالصحراء ممكن انها تكون من الصبار بدل ما تكون من الشعر العادي. اوكي جميل جميل، ما في اي تعليق. فينتج الالوان ميتة، جميل جدا ممتاز. ما في عندي تعليق، خلص على اللي بعدها مباشرة. وهي دريت وهي ستارت. راوية دي بي. واخيرا بقينا في كاسة واحدة. اوكي اوكي وصلت الفكرة. اوكي جميلة 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 جد. بقينا بكاسة واحدة، فكرة حلوة حلوة. اكتشفت شغلة صحيح قبل ما ينتهي التايمر، انه اكثر محتوى قابل للنشر اللي هو المحتوى المضحك، تمام؟ فبيساعد انه الناس تنشر شغلكم. اللي بعدها قبل ما يبلش التايمر، ايوه ريستارت. It's time to make the magic happen. الفونت اساسي بيسك، ما مش حلو، حاولوا تدوروا على فونتات ثانية. اتعبوا، خليني احكي ملاحظة، اتعبوا على الفونت زي ما بتتعبوا على الصورة حبايبي. ديناصور براس فرشاي، في بخار هون مش عارف شو معناه، صورة العنابة تمام. بس ما فهمت هون انه ايش بده سحر يصير، يتطور يعني الديناصور، الفرشاي تتطور، يعني هي دمجت بين الفرشاي وجسم الديناصور. اوكي بس ما فهمت السبب 100%. اوكي نروح اللي بعدها. الستارت. هون ايهاب زان، لا فرشاه مش شعر مكسر، ما فهمت. مع فرشاه مش شعر عادي. اسنان مش الشعر، اسنان مش الشعر مكسر. اوكي سوري. وهنا مش اسنان مش الشعر محافظه على حالها، تمام. بس بدنا ننتبه لشغله، الاقتصاص غير صحيح حبيبي، لأن الصورة رايحة لليسار، فلازم نمحي هاي الجهة اللي هون كلها. خليني أوقفه، استنى، لا لازم أطبقها على السريع. هاي لازم تنمحي، فبدك تلاقي الطريقة إنه طيب يليو التغت علامة الأكس، بدك تحاول تصغر علامة الأكس، ممنوع الاستخدام، تمام؟ تصغرها وهيك بتصير متوازنة، تطلع الفراغ بنحسب من هون لهون، انه علامة الممنوع هاي مش مبينة بالصورة، ما إلها وزن بالصورة، بس ما عندي تعليق. طيب اللي بعدها هاي ستارت. روح ريني رنيم النتشة. اوكي حلو، بس ليش سيجنال؟ لا هاي مش معجون اسنان، هاي بدها تكون فرشاي كبير مثلا، او ممكن سيد نزلتوه على المفرمة نزلت فراش اسنان صغيرة، تمام. بس يعني مش انه سيجنال، معجون الاسنان شو اللي دخل بالفراشي. اوكي ممكن بس الاقتصاص، يعني هاي المنطقة فاضية أكثر بكثير من اليسار، والاسم بدي يروح للزاوية، ما تخلوا الفراغ هيك كثير كبير كمان. كندا يا كندا، فرشاة أسنان مع ليفة التنظيف مع الوراق، ما فهمت. بس الليفة يعني هي مبينة وردة، بس عنصر التركيز الليفة. طيب لو لفناها. اوكي بتصير التركيز اكثر شوي على الفرشاي على راسها،
سيكون مبينة زي العروس اللي بتمشي. الفستان هذا لو رفعناه أكثر لفوق مع الورق هيك يصفي زي إيديها. بس هيك حسيتها زي ثمرة البرتقال. اللي بعده خلاص يليه وانطلق اللي بعده يلا مشان ما نظلم حدا. هاي الصورة بالكامل حجري معتصم نمري. اسمك مش واضح حبيبي، حاول يكون مختلف عن الخلفية، يعني الخلفية لونها بني ما تخلي اسمك لونه بني، خليه معاكس. يعني إذا غامق الخلفية غامقة اختار لون فاتح من نفس الصورة. بس جميل أدابتيشن، يعني لو بالعصر الحجري احتاجوا فرشات أسنان كيف راح يعملوها. جميل جدا ممتاز، بس إنه العظام لو حركناها لهون أحسن شوي بدل ما تنقص. تمام نروح اللي بعده. هاي دسمس، بس خليني أغير لون الفرشاة للون أحمر. أتوقع هيك علقولي بالكومنتات يا حبايبي إذا هاي الطريقة أفضل شايفينها أحسن، عم تستفيدوا إنه أنا بعطي بس 30 ثانية للتعليق. هاي ستارت، ننتقل لهاي الصورة. ما في اسم، الشيطان معلق مشنكة الفرشاي. أوكي يمكن لأنه بكره الشيطان، بكره نظافة الأسنان مثلا، أو هاي قصد يمكن قصدت السوس الجراثيم علقت حبل المشنقة ممكن. بس حلوة، ممكن ممكن جميلة بتزبط متوازنة على اليمين على اليسار فينيت. لا جميل نروح اللي بعدها، أو خلص هي لحاله راح يبلش التايمر 3 2 1 وهي ريستارت. فرشي سنانك ونام مرتاح. مخدة، هاي دمج كومباين ممكن. يعني ما بدي احدد نوع السكامبر، ما بيهمني، بيهمني ان الصورة هيك مختلفة. فانه فرش سنانك ونام مرتاح ممكن. سيمتريكال ما في عناصر كثير، على اليمين على اليسار. الصورة هون بس مبين زي كأنه الفرشاي نايمة على جنبها. حلو انه الكلمتين من نفس لون الصورة، لكن لو نام مرتاح كانت بهذا اللون البنفسجي من لون المخدة. اللي بعده جميل جدا. تمام حلو، بس هون تكوين هالصورة يعني حلو. هاي كمان مبينة كأنه بالعصر الحجري او قديم الفرشات الاسنان هاي. بس المنطقة اللي فوق كثير فاضية ما فيها عناصر، فبدنا ننتبه لهاي الشغلة، بدنا ننتبه لتوزيع العناصر حبايبي. احنا مش نبلش بمرحلة جديدة ننسى تطوراتنا بالمرحلة القديمة. تمام اللي بعده هي ديليت وهي ستارت. عندك كثير كثير الوانها قوية اللي هون. اسامة قضاء تمام، بس بدنا نعدل الالوان على السريع. نسحب الساتوريشن زي هيك، هي قبل وهي بعد. تمام جدا فاقعة كانت الوانها، وما فهمت انه هي من في المطبخ، يعني في المطبخ بحتاجوا فرشاة اسنان فلفوا عليها الزيت ممكن. اوكي يعني في نمط هنا مخصوص السكاكين، بس في توزيع يعني مختلف، لازم توزعها دسمس، لازم توزعهم بشكل متساوي تقريبا من هون يبلش هيك. تمام ويعبي الصورة، لازم يعبي لفوق، بدك تعمل زوم اكثر. فلو قصيناها على السريع لانه هاي معلومة مهمة، لو قصيناها تقريبا زي هيك هيك افضل لك الصورة راح تكون حبيبي. وخلي الفرشاة بنص المربع زي هيك. ننتقل للصورة اللي بعدها هون وهي ستارت. في اسم تحت كثير صغير، كبروا الاسم شوي. هالة، اوه جميل جميل، هاي حملة توعوية، هاي الاكس 1 بس لازم تكون لهون صراحة الاكس هاي عشان تتوازن الصورة اكثر. وهاي الاكس بدها تكون هون، يعني طلعوا اكس هون هيك 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 وهون وحدة. بس جميلة جميلة وفيها فكرة مختلفة وفيها رسالة. لا حلو حلو. اللي بعده ريستارت هون. بدنا ننتبه للإضاءة، نور ضحى. هاي كنترول ال، حكيت لكم هلا الفينتج الهيستوغرام تاعه بيكون خاطئ بس مش لهي الدرجه. خلي التفاصيل تبين اوكي، وخليها كثير غامقه الصوره او فاهيه يعني مش هون، بس طلعوا يعني ضروري يكون في تفاصيل مش تكون كلها باهت الصوره. هيك جميل. حلو الفرشاي عم تعزف على الاسنان، دليل انها مريحه مثلا على الاوتار او على الاسنان حساسه. جميل، بس هاي المنطقه كلها فاضيه، لازم الفرشاي والاسنان لو كانوا بنص الفريم احسن. جمان جوهري، نظن لنا الدنيا وما في رحابها، وليست لنا إلا كما البحر للسفن.
شو دخل فرشاة الأسنان هون بالمجداف؟ ما فهمت صراحة. أوكي الجملة يمكن في إشي عميق، بس خلال العشر ثواني هاي حاول أطلع فكرة من الفرشاة إنه بتنظف خلال البحر، ما فهمت صراحة، بس إنه هي يمكن خشب استخدموها بدل المجداف، ما وصلتني فكرتها كثير صراحة، ليش استخدمنا الفرشاة بدل المجداف. ستارت روح هون، ما في اسم، فرشاة وقت الفراعنة. أوكي جميل، هاي كمان أدابتيشن، اللي هو اللي تخيل إنه فرشاة الأسنان كانت موجودة على وقت فرعون، أكيد ما راح تكون هذا حرام يبين، أنت كنت بدك تبين اللوجو فاهم، بس هاي اسمع، هاي تزبط دعاية لشركة أورال بي صح؟ أورال بي الفرشاة، إنه تم اكتشاف فرشاة أسنان توت عنخ آمون مثلا، وهي خبر عاجل هكذا، بس هيك كدعاية بسيطة تمام؟ اللي بعده فحلوة حلوة بسيطة. ريستارت روح اللي بعده هون، إن الخير يغلب الشر دوما. أوكي طبعا ياسمين، بس ما فهمت شو دخل الفرشان بال هون. هلا هون عندنا التكوين ممتاز، عندنا كتلة على اليمين فوق، بس ما فهمت إيش دخل الخير يغلب الشر، إنه الفرشاي هي الخيرة وبتنظف الوسخ عن الإشي المنيح، فهيك الخير تغلب على الشر عن طريق الفرشاة اللي بتنظف. ممكن صورة جميلة. اللي بعدها روح هنا، تركوني لحالي، اتركوني في ألف، راح أتأقلم مع بالصحراء، مع الصحراء أو بالصحراء. أتروس فوتو، حلو اللون، اللوجو من اللون البني اللي هون، جميل جميل. هاي فيها جهد كبير يا جماعة الخير، الرمل مع الصدف مع كذا ممتاز، بس بدنا نتبل شغلة، هون في كتلة غامقة وهون كتلة غامقة وهون غامقة، ما زبط هون تكون فاتحة، يعني لو هاي كانت فاتحة أو هاي على الأقل تمام، بس هذا تعليقي على السريع. اللي بعده To love beauty is to see light، لمحبة الجمال لازم تشوف الضوء. To love beauty is to see light، ترجمة بشاير علي. اوكي مستخدمين الفرشاة بدل نارات الشارع، جميل. انا مش فاهم شو الدائرة الكبير اللي وراه، حاسة زي كوكب الارض وهذول على مكان كوكب ثاني السيارات، بس انا صراحة هاي صورة عن السيارات مش عن الفرشاة، لو عملنا زوم اكثر وركزنا عليها. وبرجع بأكد اتعبوا على الفونت والكتابة حبايبي، زي ما بتتعبوا على الصورة ضروري، هذا الخطأ انا وقعت فيه، كنت خلص اعمل صورة ممتازة كذا، ولما يكون في كتابة احط اي اشي، اعطوها نفس الجهد. اللي بعده ستارت، فرشايتك سر جمالك، فرشايتك سر جمالك. اوكي اوكي الفرشاي هون بالصحراء، بس حلو تكون انها اكبر، وهون مشان توازن الصورة لانه تقريبا على الثلث هون ماشيين، وغير هيك اللون الاخضر جدا فاقع، فلازم بس اخفض الوانها شوي. وفرشايتك سر جمالك، يعني عم كومباين بالكلمات حتى مش بس بالصورة، بس بدكم تشتغلوا على الفينيشنج حبايبي، ما تسلموا هيك شغل فيه أخطاء، الحواف مبينة، اتعبوا أكثر على التفريغ. هون ما في اسم لمين، لا أوكي صهيب، صهيب عبد رب. أوكي هلا هاي مش أدابتيشن قد ما هي البي مع اللي هو put to other use، يعني تستخدم الفرشاة في غير محلها، هاي بطلت لتنظيف الأسنان صارت لتنظيف الأدوات. ممكن تكوين جميل متوازن، ثلاثة بالنص جميل، صورة الشمس بس الألوان فاقعة جدا، خليني بس أخفضها على السريع زي هيك، جميل. اللي بعده restart، ما في اسم، في اسم محمد بن عكي، بس مش فاهم إيش الاستخدام هون، الفرشاة نايمة على فرشاي، ما فهمت هذول فرشاي أكبر منها، أو إنه الفرشاي البيبي الصغيرة نايمة بحضن الفرشاي الأم الكبيرة مثلا، ما فهمت صراحة 100%. ابعث لي حبيب على الانستغرام شو المقصود فيها، ما فهمت إيش الفكرة من هون. اللي بعده أحمد أبو حمدي، اسمك يكون لتحت حبيبي لهون اوكي، لانه هيك صفة حسيته من تصميم الصورة، تتعرض الاسنان الى التسوس لانها حساسة، لهذا لابد ان نهتم بها ونعمل على تنظيفها تمام.
بس السن خايف انت عم بتصوب على السن مش على التسوس. فانت بحبيبي انت عم بتهدد حياة السن، طلع خايفة على حالها. فمش عارف انت هون طخيت الهدف. انت بهاي الشغلة حبيبي بدها شغل اكثر شوي. start clear as light ابو طبنجة، حلو ات ابو طبنجة، بس كبر اسمك شوي لو انا ما بعرفك كان ما قرأته بسرعة لو ما بعرف ستايلك. حلو، هاي هذا المثلث الضاوي شايفين مش زي الصورة الثانية كانت معتمة من النص. clear as light انه هاي الفرشاية بتنظف لدرجة انه بتخليها بتخلي الاسنان نظيفة زي الضوء مثلا، عرفت؟ بس تصميم جميل ومتعوب عليه. الساتوريشن حاسه عالي بدي اخفضه شوي. تمام نروح اللي بعده. هون ما في اسم، ما بعرف لمين الصورة. مش فينتج لانه الخلفية بيضة، حاولوا تبعدوا فكرة الفينتج العتيق، انه زمان ما كان في اصلا خلفيات بيضة، كان كله خشب، عرفت كيف؟ فكله عتيق وشوي خربان والوان غامقة مش فاتحة. هذا ممكن نعتبره كبوستر بزبط اذا كانت خلفيته بيضة. بس فرشات الاسنان هون البنات الصغار ايش بتطلعوا؟ اشي عظيم يعني، او انه بيلعبوا بفرشات الاسنان يعني لو كانت بغير مكانها. ما وصلتني الفكرة بسرعة، نروح اللي بعدها. ستارت، استنى لا انا بلشت افكر. هي ستارت. ندى الاخبر، صارت عيني فورا تطلع تحت تدور على اللوجوهات، يعطيكم العافية شكرا. جرب اداة الفرشاة من النسخة الجديدة فوتوشوب 6.0. هلا هاي الايقونة الفوتوشوب الكثير قديم. هلا الفرشاة كان لو كملتيها جرب اداة فرشاة الاسنان مثلا وكملي تحت هاي، لانه دعاية تعتبر هذا البوستر. تنظيف الاسنان اصبح اسهل من قبل او اشي زي هيك. وغير هيك هاي قالبة اصفر، بدنا نقلبها على بني شوي تقلب فينتج. هاي قبل، سوري هاي قبل وهي بعد. اوكي نشوف اللي بعدها وهي ستارت. بلال بيكسل، حلو. اوه مستخدم التوازن غير المتماثل، يعني الصورة متوازنة يمين بيسار، في كتلة هون عمل لها كتلة مقابلة وفي كتلة هون عمل لها كتلة مقابلة. لو سيمتريكال هاي القماشة نفسها راح تكون هيك مثلا، وهاي القطعة راح يكون لها شبيه هون. فهذا بنسميه asymmetrical balance، توازن غير متماثل. جميل، في نكشات هون جميلة جدا. وعامل بس عامل combine دمج بين ايش؟ الفرشاي والمسواك. جميل فينتج. اوكي شوف اللي بعده وهي ستارت. هذا بوستر لاحظوا خلفية بيضة بس مبين انه بوستر عتيق قديم نفس التصميم. brush your way، بلش تايمر. brush your way to a colorful smile. بعرفش اذا هذا اشي منيح او لا. ليش الفرشايم لا؟ اوكي هلا لقطة. اوكي مستخدم الوان الخشب، جميل جميل جدا، بس اتوقع هذا اشي سلبي. انت هدفك الاسنانك تكون مش ملونة، تكون بيضة صح؟ المفروض العكس هون يا ماجد. حصل في عام 1961 هاي دوت شوت، حلو هيك الاسم بالزاوية. اهم اشي نظافة اسناني. اوكي وظيفة السبب. جميل جميل، بس توزيع الكتل شوي بده شغل، يعني في عنا شوية هيك حبل خفيف هون، الفرشاي هون والصبارة هون، وهاي المنطقة فاضية، فهذول لو حركناهم شوي لليسار زي هيك يعني حرف إلا هذول بكونوا، والحبل زحناه. هاي دسمس، بدناش نظلم حدا. نروح اللي بعدها. إيمان ريستارت. إيمان العباسي، إيمان يا إيمان خلي اسمك باللون الأبيض المرة الجاي، خليه يفرق عن الخلفية مشان ينقرأ شوي بسهولة، فنقي اللون الأصفر اللي هون الفاتح مثلا. ومسواك خلفية فينتج، بس بدنا جهد أكبر منك يا إيمان المرة الجاي. يعني حلو الصورة واضحة جميلة، التكوين جميل إلى آخره، وفينتج. ما في فكرة، ما عملتي إشي فكرة غريبة، أو يمكن بدلت الفرشاة عملتي لها سبستيتيوت بمسواك ممكن، أو أدابتيشن ممكن. بس بدي تنتبه لشغلة، المنافسة صارت جدا قوية حبايبي. وآخر صورة ونعمل ستارت. أعدقاء، ما فهمت هون إيش
كومباين عدو مع اصدقاء. اوكي اوكي، انه الحلو هو عدو فرشاه الاسنان. في ظل هنا ما بفضل يكون موجود، هاي معملها شويه فوتوشوب يمكن، بس حلو كومباين شوي فينتج، بس ما فهمت شو الهدف، ليش دمجناهم، ايش ممكن يعملوا مع بعض، ايش العبره ممكن. ممتاز جدا صراحه هذا النظام، بعرفش اكتبوا لي بالتعليقات بتحبوا اكمل زي هيك، لانه هذا راح يوفر علي مونتاج، راح يخلي الفيديو سريع مش ممل، وهيك ما بظلم حد، هيك بعطي وقت للكل، وبيكون في معلومات سريعه ومفيده للكل. هذا اولا. ثانيا، في عندي مشكله كثير كبيره حبايبي، لحد هسه تقريبا 6 مشاركين، كل تحدي الا ما يكون في 6 صورهم ما بتظهر عندي بالمنشن. هلا للصدفة أنا شايف، أنا لأني بنزل الصور كلهم تقريبا، مجموع الصور بكل تحدي 40 صورة، فشكله الإنستغرام بعد 40 منشن بيبطل يطلع لي، ما بعرف، فخليني أتأكد من هاي الشغلة. حاولوا تنزلوا صوركم، تعملوا لي منشن وتاج قبل ما يخلص الوقت، حاولوا تكونوا أول ناس، فشكله آخر 6 ما بيطلع لي إياهم. هاي هي الفكرة. هلا إذا في حل ثاني ياريت تكتبوا لي حبايبي، ياريت نفس الكل إني أشوف صوره، حرام إنكم تتعبوا، وأتوقع كلكم عم تستنوا هذا الفيديو مشان تشوفوا كيف ممكن تطور من حالك. طيب نحكي هلا عن المرحلة الجديدة، ألا وهي التصوير بستايل فيوتشرزم. فيوتشرزم معناها الحديث، مش الحديث، المستقبلي، عكس الفينتج تماما. الفينتج اللي هو العتيق، إشي قديم كثير. الفيوتشرزم اللي هو الحديث المستقبلي. الفينتج ما فيش فيه حركة، ستيل لايف بنسميها، كل اشي ثابت ما بتحرك من محله. على العكس الفيوتشرزم فيها حركة وفيها موفمنت وفيها استمرارية، دلالة على المدينة والصناعة وإلى آخره. الفينتج ألوانه تعبانة وإضاءته تعبانة، دلالة على الفيلم القديم اللي هو على الزمن القديم كيف كانت الصورة. لكن الفيوتشرزم الألوان فاقعة جدا والإضاءة واضحة جدا. الفينتج فيه أشكال خشبية عضوية، عتيقة خشب، منحوتات يدوية. الفيوتشرزم فيه قطع صناعية هندسية بأشكال منتظمة، وزوايا حادة وخطوط مستقيمة وقطع نظيفة، اللي هي دلالة على الصناعة وعلى الحديد. فهاي المقارنات الشاسعة بين الستايلين، وهذا اللي أنا بدي إياه، إنه تفكروا بشكل مختلف. هذا هو معناه ننشر الفن، هذا هو هدف النسخة الثانية من تحدي 30 صورة، تمام؟ فاللي بدي أطلبه منكم، التحدي العاشر راح يكون إنك تصور فانوس رمضان بستايل الفيوتشرزم، بالستايل الحديث المستقبلي، ده شو كيف بيطلع معك. وهاي ركزوا فيها حبايبي، كونوا واثقين من حالكم، حتى لو ما راح تلاقوا صور على الانترنت تدعم الفيوتشرزم، اللي صور كاس بلاستيك بستايل الفينتج قادر إنه يصور فانوس رمضان بستايل الفيوتشرزم، وانتو قادرينه جدا. هاي كوت لازم هيك تحتيها ليو حماتي، لازم تتعلق لوحة هلا بالمتاحف، تمام حبايبي؟ فانتو قادرين على هذا الاشي، كونوا واثقين من حالكم وجربوا، ما في خطأ. بالنسبة للطريقة الابداعية، يعني هلا حكينا مطلوب منكم انكم تصوروا فانوس رمضان بستايل الفيوتشرزم المستقبلي. هلا مشان نطلع بصورة ابداعية هيك، فكرة غريبة، خلينا نكمل على سكامبر، ووصلنا لحرف الام والمقصود فيه موديفاي. موديفاي مقصود فيها انك تعدل على نفس الاداء او الاشي حتى تغير من طريقة استخدامه. فمثلا هاي الكاميرا ممكن اعملها موديفاي اني اصغرها كثير بحيث انه تصير قد الايد ويمسكها طفل صغير مثلا. الماوس ممكن اعمل له موديفاي، اعدل من شكله بحيث انه يصير بشكل طولي، فهيك بخدم اني انا استخدمه بشكل طولي. فالموديفاي المقصود فيها التعديل زي ما حكينا، انت تغير من خاصية الفانوس رمضان، تغير بشكله. اوكي، هلا في شغلتين بركزوا فيها بالموديفاي، اللي هي الماجنيفاي التكبير والمينيفاي، يعني لو كبرنا الكاميرا كثير 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 ايش ممكن نستخدم منها اشياء، ولو صغرناها كثير 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 كيف ممكن نستخدمها. فهاي كمان اختصار الام، يعني المينيفاي والماجنيفاي، التكبير والتصغير. هاي كمان ممكن تستخدموها، لو صغرتوا فانوس رمضان كثير ايش ممكن يعمل، ولو كبرتوه كثير ايش ممكن يعمل، تمام حبايبي.
شكرا كمان مرة بهذا الفيديو. وصلت مرحلة انه الاعلانات عم بيعملوا ريفيو لسه in progress، بس ان شاء الله هم بيحكوا كاتبين بدهم شهر ليراجعوا قناتي، بس اتوقع المدة رح تكون اقل من هيك بكثير. فراح اكون اول باول على الستوري عندي على الانستغرام انزل ايش عم بيصير بموضوع ارباح الاعلانات. تمام حبايبي، اللي بدي اطلبه منكم هسه فقط اذا قادرين انه تحضروا الفيديو بالكامل لاخر ثانيه، في انتوا حرين، ما بدكم تحضروا لاخر ثانيه انتوا حرين، فاذا بتقدروا تحضروا لاخر ثانيه، واذا بتقدروا تكبسوا على الاعلانات كمان بحيث انه انتوا كمان تبلشوا تاخذوا هاي العاده لكم. تمام حبايبي، خلينا ننهي الفيديو، ما بدي اطول كثير هيك، انا متحمس انه لقيت فكره اسرع الفيديو. ختامها هاي الجمله بحبها كثير، كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه، دوروا على طريقتكم الخاصه يا مبدعين. مع السلامه.